اسمحوا لي أن أوجز لكم فيما يلي الملاحظات والخلاصات العامة التي انتهى إليها تقرير هذه اللجنة. أولاً، أدت مواجهة المظاهرات التي اندلعت في البحرين يوم 14 فبراير 2011 بالقوة وباستخدام الأسلحة النارية إلى موت المدنيين. رابعاً، أثبتت تحقيقات اللجنة تعرض الكثير من الموقوفين للتعذيب ولأشكال أخرى من الانتهاكات البدنية والنفسية داخل محبسهم. خامساً، ترى اللجنة أن عدم محاسبة المسؤولين داخل المنظومة الأمنية أدى إلى انتشار ثقافة عدم المساءلة والثقة في عدم التعرض للعقاب داخل تلك